كثر الكلام حول صلاة الفجر هل يؤذن في الوقت أو كذا، وهذا يقول قاعد عند البحر وظلمة. يا جماعة الخير لازم نفرق بين المدينة وخارج المدينة. في المدينة طبيعي ظلمة لأن ليتات من كل مكان حولك، فطبيعي تشوف الأمر ظلمة يعني. أما الأصل التوقيت إن شاء الله تعالى فلكي، وهذا صحيح، وأن وقت الفجر دخل دخل، وهذا يعني ثابت فلكيا. هذه قضية. القضية الثانية حتى الذين قالوا أن لا يؤذن قبل الوقت وكذا، وهذه حدثة مو بالكويت، حتى في المملكة أيام الشيخ ابن زنباز رحمه الله تعالى، وشكلوا لجنة وكذا، وبعدين أفتوا أن صلاة الفجر صحيحة. فالكلام هذا غير صحيح. وقضية أنه والله قاعد على البحر، أنا عندي أحد الأصدقاء في البحرية يقول دخلنا وسط البحر يعني أظلم، مكان أظلم، ونطرنا وقت الفجر، يقول شفنا الخيط الأبيض، شفنا النور وقت صلاة الفجر. فأما اللي قاعد على الشاطئ ويقول مكان مظلم، أكيد مظلم ما يبين، لأن ليتاد حال محالك ما يبين شيء. فلا، الأذان صحيح ولا تشككوا الناس بدينهم، الأذان صحيح والصلاة صحيحة، ومن يؤذن الفجر صل، خاصة المرأة مثلا في بيتها وشيء كذي. قضية اللي يقول تأخر مثلا ربع ساعة وتصلي مع الإقامة، الصحيح إنه أذن، لكن السنة إن الإنسان يبدأ بسنة الفجر أولا ثم بعد ذلك بالصلاة.